للعلا إن العلا واجبات المسلم، للعلا إن العلا واجبات المسلم، للعلا فإننا أمة التقدم، للعلا فإننا أمة التقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب سعيكم وسمعكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل جمعنا هذا خالصا لوجه الله الكريم. الأولاد غاية كل إنسان، وهم أغلى شيء يملكه في هذه الحياة، فهم أحب إليه من كل شيء، فيهم تتزين الحياة ويكون لها طعم، ولأنهم ضرورة من ضرورات الحياة، فالأب يرى في ابنه امتدادا لذاته واستمرارا لوجوده، وترى الأم في ولدها الأمل، كما أن نبينا صلى الله عليه وسلم دعانا إلى كثرة الإنجاب وكثرة الأولاد، لأنه يفتخر بأمته يوم القيامة. الأولاد نعمة أنعم الله بها على عباده، يقول تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. والأمثال الشعبية المتداولة عند سكان المنطقة لم تغفل عن هذا الجانب، ففي قولهم: لخلق ما مات وضرب الأولاد صمتا. وأنا أقول لكم: ربي يفرح كل عائلة بنعمة الذرية الصالحة. في أمان الله. إن العلا واجبات المسلم، للعلا إن العلا واجبات المسلم، للعلا فإننا أمة التقدم، للعلا فإننا